جمهور جاي طبعا على عينه وعلى راسنا، هو في الاول وفي الاخر مش هينزل الملعب معانا، هو جاي متفرج في المدرجات، فاحنا طبعا عارفين الجمهور يجوا يستمتعوا ويتفرجوا كويس وينبسطوا بالماتش. كان الجمهور في الاول وفي الاخر مش هينزل، مش هيغرب في النتيجه حاجه يعني. الحمد لله فوزنا في مصر 2-1 وجايين فايزين، ان شاء الله نقدر نعمل نتيجه ايجابيه هنا نرجع بالبطوله ان شاء الله. مش موضوع صار ولا حاجه، ده بطوله افريقيا، نهائي بطوله افريقيا، العالم كله بيتفرج علينا. احنا خسرنا الموسم اللي فات البطوله قدام الوداد، بس احنا الماتش الاولاني كسبانين على ارضنا، وان شاء الله اللعيبه كلها عندها مسؤوليه ومركزه ان احنا يوم الاحد ان شاء الله نكسب ونعمل نتيجه ايجابيه وناخد البطوله. انت جاي تلعب نهائي، فكله جاي مركز اللي انت عايز تاخد البطوله، فان شاء الله اللعيبه كلها عندها دوت، وان شاء الله قدرنا نحقق البطوله باذن الله ونحتفل هنا في المغرب ان شاء الله. والله الحمد لله طبعا، يعني الشوط الاولاني خلص في القاهره، قدرنا ان احنا نكسب وقدرنا ان احنا نفوز على الوداد 2-1، فان شاء الله نقدر نكمل على كده ونقدر نكمل اللي احنا بنيناه في الشوط الاولاني، نقدر نحاول في الشوط الثاني وان شاء الله نقدر نكسب باذن الله. في شوط خلص في مصر، مركزين طبعا على الشوط الثاني هنا. لو انت مركز الماتشات اللي فاتت 100% فانت ده فاينل، فلازم تركز مليون المية. هنيجي هنا المغرب كل سنة مرتين، يعني السنة دي تاني مرة، وجينا السنة فاتت مرتين ولعبنا فاينل 21 هنا، فمتعودين طبعا على الجماهير المغربية.